كنت عايز اسالك على الحديث عن مصطفى اشرف طول الوقت في الاعلام المصري، سواء على مستوى الصحف والمواقع والاعلام على التلفزيون، ان مصطفى قريب الان من النادي الاهلي، هل هذه المعلومه صحيحه؟ مساء الخير الاول. مساء النور يا فندم، منورني. لكم جميعا. طبعا دلوقتي في موسم الانتقالات هنا في مصر وفي اوروبا كله، انا ما اقدرش اتكلم الموضوع ده دلوقتي، سابق لاوانه، خلينا نشوف يعني ايه الامور هتوصل لحد فين وبعدين نتكلم فيها. مصطفى اشرف الان يسير بشكل جيد مع فريقه، واعرف ان هو كمان في بروسيا في معسكر مع الفريق بروسيا مونشنجلادباخ، مظبوط؟ بالظبط، هو مصطفى يعني ماشي خطوات ثابته جدا. يعني جات شويه اوقات الاصابات اللي دايما كانت بيقع فيها، يعني دي معرض للحاجات دي. يعني الحمد لله تعافى منها جميعا، وبدا دلوقتي فتره الاعداد مع الفريق الاول، وظاهر معاهم بمظهر حلو جدا. وان شاء الله خير، هيكون يعني هيكون حاجه جميله جدا ان هو يكمل ويبان، لانه يخدم فعلا منتخب مصر. دي نقطه مهمه جدا. هل حضرتك مصطفى حابب انه يكمل في اوروبا، ولا ما عندوش مانع انه يرجع تاني للكره المصريه والدوري المصري؟ والله انا اقول لحضرتك يعني مصطفى عقليه احترافيه، يعني مصطفى راجل عقليه احترافيه من الدرجه الاولى، لان هو اتربى ونشا هناك في مدرسه كوره اوروبيه يعني كامله، فاهم منظومه الاحتراف، فاهم منظومه يعني ايه لاعب كره قدم. فطبعا منفتح مصطفى تماما ان يخوض اي تجربه احترافيه. الكرة في مصر عالية جدا، احنا طبعا فرق كبيرة جدا بتلعب شامبيونز ليج في افريقيا، بتلعب بطولات دولية كبيرة. فطبعا هو احنا زي ما اقول لحضرتك هو منفتح جدا، وان شاء الله في كذا يعني وكلاء بتوعه شغالين، وان شاء الله يكون خير يعني. طيب، انا عارف ان انت بطبيعة الحال مش هينفع تتكلم على التفاصيل، بس ناخد الكلام بشكل عام. يعني اللي انا فاهمه منك دلوقتي ان مصطفى اشرف عنده عروض موجوده في اوروبا وممكن في المانيا، وعروض كمان من مصر، مظبوط؟ ايه بالظبط. صح كده. العروض بالزبط. من مصر عرض واحد ولا اكتر من عرض؟ يعني بلاش، انا المره اللي فاتت انا اتفهمت غلط، فارجو ان بلاش الموضوع ده. الناس المره اللي فاتت فهمتني غلط جدا وهجموني. فهمتك غلط في بس يعني احنا كنا يعني انا قلت كلمه بما معناه ان مصطفى لاعب يعني راجل لاعب محترف منفتح على كل حاجه. الناس فهمت الكلام بتاعي غلط، وفهمت ان انا بزايد عليه، يعني بقوا يقولوا كلام يعني مزايده ومش مزايده. بالعكس، احنا كنا صراحه جدا وكنا شفافيه في كل حاجه. يلعب فرق مصر ده شرف لينا كلنا، يعني فرق قويه ومنافسه، فارجو ان الكلام بتاعي ما يتفهمش غلط. لا، هو انت كلامك كده واضح جدا. انا بالعكس، انا مش حاسس ان كلامك كمان اللي انت قلته دلوقتي دوت في حاجه تتفهم غلط. انا برضو ما وصلتش هو ليه الناس ممكن تهاجمك لما تقول ان مصطفى اشرف منفتح على العروض في مصر. والله انت عارف يعني في شويه هنا الناس كل واحد بيقعد بيحلل كل كلمه بمعنى. هو مصطفى في الصيف كان قريب جدا، ولكن طبعا كان الرفض كله كان من بلاد باخ،